سيكيورنج راوتينج ابديت. خدنا ان الاوس بي اف يا جماعه بيقبل ان احنا ممكن قبل ما نبعت الابديت نعمل له اوثنتيكيشن. يعني ايه نعمل له اوثنتيكيشن؟ يعني تشفر الابديت بتاعه. ليه؟ علشان لو حد ما بين الفروع بتاعتي، يعني لو حد واقف هنا كده ما بين الفروع بتاعتي وخد الباكت حتى بتاع الابديت ما يعرفش يقرا اللي جواه، فلازم نعمل اوثنتيكيشن ما بينه. الاوس بي اف بيعمل ان انت بيقبل ان انت تعمل اوثنتيكيشن بالجوريزم اسمه الام دي 5، خدناه قبل كده مره قبل كده، ان انت بتحط له كي والكي دوت بيخش مع المسج اللي هتنبعت ابديت جوه الام دي 5 ويحصل له انكريبشن. تمام كده، ازاي الخلاط كده بيخبطها في بعضيها كده ايه عشان لما تبعت الابديت اليمه الثانيه يعمل نفس العمليه، لو طلع نفس الهاش يعرف ان ايه الابديت جه. ما علينا، ازاي نعمله على الاوس بي اف؟ ازاي الاوس بي اف بقى بيقبلها؟ قال لك الاوس بي اف ممكن تعمل عليه اوثنتيكيشن بطريقتين. تمام، بيشرح لك الاول ام دي 5 اوثنتيكيشن يعني ايه. انت بتاخد المسج الابديت باكيت قبل ما تنبعت بالسيكريت كي تضربهم في بعض يطلع لك حاجه اسمها سيجنيتشر. يطلع لك حاجه اسمها ايه؟ سيجنيتشر. السيجنيتشر ده تبعته للراجل مع الابديت اللي ماشي، الابديت يروح الرساله بتاع الابديت تروح هناك اليمه الثانيه، لما تروح عند الراوتر اليمه الثانيه ياخد الرساله تمام كده مع نفس الكي يضربهم مع بعض، لو طلع نفس الهاش اللي جاي مع الرساله نفس السيجنيتشر اللي جاي مع الرساله يبقى الرساله دي صح، مش حد ضحك عليه فيها يعني. تمام، طيب ازاي بنعمله؟ تعال نخش على المثال على طول. بنعمله بطريقتين. اول طريقه ان انا بخش على الاوس بي اف واقول له اريا 0 اوثنتيكيشن ام دي 5 مسج دايجست، يبقى انا كده شغلت الايه المسج جاي جوه مين؟ جوه الاوس بي اف. واجي على كل انترفيس بقى اقول له والله اي بي اوس بي اف مسج دايجست كي 1، لان ممكن تعمل اكتر من كي تمام كده، كي 1 ام دي 5 سيسكو 1 2 3، بس لازم قدامه اليمه الثانيه تبقى سيسكو 1 2 3 برضه نفس الكي. طب تعالى نعملها كده مع بعض، تعالى نعملها كده مع بعض. جيت على الراوتر ده اهو عايز الابديت اللي يمشي ما بين الحته على الحته دي بتاعت الوان دي اللي انا مأجرها من مصرية اتصالات يكون متشفر. فهاجي على الراوتر الاولين واقول له ايه؟ اقول له كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف ايه 1 اريا 0 اوثنتيكيشن وبعد الاوثنتيكيشن مسج دايجست. انا كده شغلت الام دي 5 جوه مين؟ جوه الاوز بي اف. طيب هو المفروض الابديت بيطلع من انهي انترفيس؟ بيطلع من انترفيس السيريال دي. فاقول له قبل ما تطلع الابديت من السيريال الله يكرمك حط معاها الباسورد اللي هنحطها واضربهم في الخلاط وبعتهم. فخش الاول على السيريال اهو انترفيس اكزيت اهو انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 اي بي اوز بي اف مسج دايجست الكي لرقمه 1 احط اي باسورد من عندي، بس خد بالك الباسورد كيس سنسيتيف، يعني لو حطيتها كابيتال يبقى هناك كابيتال، لو حطيت حرف سمول يبقى هناك سمول. تمام، فهسمي مثلا الباسورد بتاعتنا اهو بي كابيتال باس اهو، انا عايز اعملها كده وانتر. هو بيقول لي ايه فاليد انبوت، مش عايز عايز ارقام معاها 1 2 3. ليه يا عم؟ نسينا كلمه ام دي 5 الاول وبعدين الباس، معلش ابل اهو كده. هتلاقي اللينك اللي ما بين الراجل ده والراجل اللي هناك وقع دلوقتي، يعني لما يجوا يبعتوا ابديت لبعض هتلاقي الابديت هناك مش فاهمه، فلازم انا اروح هناك يا باسم واعمل نفس القصه هنا. اقول له ايه؟ اهو راوتر كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف 1 تمام كده، وبعدين اريا 0 اوثنتيكيشن تمام كده مسج دايجست. انا كده شغلت المسج دايجست على الاوز بي اف ده، وبعدين اكزيت واخش جوه الانترفيس اللي هو السيريال 0 على 2 على 0 وبعدين اقول له ايه؟ اي بي اوز بي اف اوثنتيكيشن اسف مسج دايجست 1 ام دي 5 وادي له ايه؟ نفس الباسورد. بس بقت الحته اللي ماشيه ما بينهم دلوقتي الابديت اللي ماشي ما بينهم ده متشفر، الابديت اللي ماشي ما بينهم دلوقتي متشفر، اي رساله بتنبعت في الحته دي معمول لها انكريبشن. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى، مش انا هنا بكتب فيه 2 كوماند عندي، بكتب واحد جوه الاوس بي اف بره اهو، يعني بخش الاول جوه الاوس بي اف
وبعدين اديله الايه الكوماند بتاعي اللي هو ده، وبعدين اخش جوه الانترفيس واكتب الكوماند الثاني. طب ايه رايك بقى لما تكتبهم الاثنين جوه الانترفيس؟ دي الطريقه الثانيه، ما تكتبش حاجه جوه الاو اس بي اف فوق، تخش الاول جوه الانترفيس وتقوم مشغل الام دي 5 ومديله الباسورد. يعني اخش على الانترفيس واقوم كاتب ده يا باسم اللي بكتبه جوه الاو اس بي اف، وبعدين مديله مين؟ مديله ده كمان ورا بعض، الاثنين ورا بعضهم في نفس المكان، ما اكتبش واحد جوه الاو اس بي اف وواحد جوه الانترفيس. يبقى الطريقه الاولانيه اللي هو شغال بيها هنا دي كتب ايه اريا زيرو ودخل داخل كل انترفيس واداله الكي، صح كده؟ طب قالك لا الطريقه الثانيه بقى هتعمل ايه؟ الطريقه الثانيه ان ممكن اخش جوه الانترفيس على طول والاول اشغل المسج دايجست اهو بكوماند اسمه اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست واديله الكي، اشغل المسج دايجست واديله الكي من غير ما اخش جوه الاو اس بي اف خالص. الكوماندين دول جوه فين؟ جوه الانترفيس ذات نفسه. يعني ممكن اهو اجي جوه الانترفيس دي انا عايز اشغل ما بين ده وده اوثنتيكيشن بس بالطريقه الثانيه، هعمل ايه؟ اخش جوه الانترفيس اهو اكزيت كونفيجر، اما انا جوه الكونفيجر انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه؟ على 1، واقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن اوثنتيكيشن، بس هو عايزك تكتبها كامله ان في اوثنتيكيشن كي، اوثنتيكيشن مسج، يبقى الاوثنتيكيشن غلط، اوثنتيكيشن في ان اوثنتيكيشن تي كيشن ايوه مسج دايجست مسج دايجست. ادي كده شغلت الايه الاي ام دي 5، وبعدين اقول له اي بي او اس بي اف تمام كده اوثنتيكيشن كي مسج دايجست كي اهو ام دي 5 رقم الكي الاول وبعدين ام دي 5 وبعدين اديله ايه الباسورد بتاعتي اهو باص. انا عايز انه يا مدى اخليها 1 2 3 شغال، هو ايه ده في كل ناحيه ممكن تخليها باسورد شغال، بس لازم ان الانترفيس زي اللي قدام اهو. طيب تعال نروح هنا ناخد ده كوبي اهو ونروح هناك قدام اليمة التانية ونعمله اهو، هاجي على الانترفيس اللي قدامي ده، هي اسمها سيريال، خد بالك الفاص دي سيريال على فكرة بس الكلام جاي على بعض اهو، هاجي اهو اكزيت انترفيس سيريال 0 على 2 على 1 اي بي مسج دايجست اهو، وبعدين اقول له ايه اي بي او اس بي اف مسج دايجست كي 1 ام دي 5 الباسورد بتاعتنا ايه باس اهو، هو بيكتب كابيتال ولا سمول دلوقتي؟ دي كابيتال يبقى نخلي سمول اهو، باس اهو اس دولار ساين 1 2 3 بس يا سيدي. باي طريقه عجباك يشتغل، عايز يشغل ام دي 5 مره واحده فوق وما تخش جوه الانترفيس تكتب كوماند واحد شغال، عايز تكتب كوماندين جوه الانترفيس وما تكتبش حاجه جوه الاو اس بي اف شغال. باص 1 2 3 انا عملته مره واحده كده، انا عملته هنا اهو قدامه اهو صح؟ اهو 1 2 3 اهو تمام كده، بس تقريبا ده سمول ولا كابيتال؟ يعني هنا دلوقتي بيكتب كابيتال ولا سمول؟ لا سمول. حلو الكلام؟ ممكن ناخد كوبي منه وخلاص اهو علشان ايه ما نتعبش نفسنا بالظبط هو حقيقة في الواقع يعني بنعمل كده يعني اهو بس يا سيدي. يقول لك يو 1 اوريدي اكزيست خلاص، يعني ممكن نشيله الاول نو اللي هو ده ما عملناش مشكله لانه بيقول لي معمول قبل كده اهو ماشي، وكريته تاني اهو عشان ابقى ضمنت ايه ان انا كاتب سمول زي كابيتال الدنيا كلها مظبوطه. حلو الكلام؟ ناخد بقى كوبي من الكوماندات دي، ده كده انا عملت الاوثنتيكيشن بتاع الاو اس بي اف. الاو اس بي اف والاي جي ار بي لما ناخده ان شاء الله هتلاقوا فيه الاوبشن بتاع الاوثنتيكيشن، لانك انت مش رابط فرعين ببعض فلازم الداتا اللي ماشيه ما بين الفروع بتاعتك تكون معمول لها انكريبشن. كده انت عملت انكريبشن. لو بعت يوصل على مش مفيش مشكله. حلو؟ بيشفروا مشفروا في الحته دي مشفروا، الحته دي مشفروا. فاهمني؟
طيب تعال ناخد كده كذا بيشفر الابديت مش مهندس بيشفر الابديت بيشفر الابديت اللي ماشي وبيشفر الداتا كمان بتاعت اليوزر الداتا كمان بتاعت اليوزر طبعا طبعا ده راوتينج. طيب تعالوا كده نشوف اهو هناخد ده كوبي كده ونحطه في النوت باد. طبعا احنا بادئين منين؟ بادئين من اول ما كتبنا اريا زيرو اوثنتيكيشن اهو اهو يبقى دوت الاوز بي اف اوثنتيكيشن. الاوز بي اف يا جماعه اوثنتيكيشن اهو وعنيه كده اهو. هنيجي نعمل ايه؟ كونفيجر تيرمينال وبعدين راوتر اوز بي اف 1 وبعدين دخلت عملت اريا زيرو. هو فين بقى الكوماند بالكامل؟ ادي اريا زيرو مسج دايجست وبعدين دخلت جوه الانترفيس بتاعي عملت اكزيت طبعا الاول ودخلت جوه الانترفيس بتاعي سيريال زيرو على تعالى زيرو وبعدين عملت اي بي اوز بي اف مسج دايجست 1 وبعدين اديته الكي تمام. بس هنا في هنا غلطه دي كان فيها غلطه ان احنا كنا ناسيين ايه الام دي 5 اهو هو ده الصح. بس يا سيدي طيب في طريقه تانية قال لي في طريقه تانية ان احنا بنعمل ايه؟ بنخش جوه الانترفيس ونكتب الاثنين كوماند اهو دي الطريقه التانية بتاعتنا ايه؟ ان انا وانا جوه الانترفيس بكتب الاثنين كوماند بتوعي. احنا عملناها هنا اهو دي الطريقه الثانيه اهي كوبي وحطها فين؟ في النوت باد اهو. خدوا بالكم كل انترفيس بتعمل زي اللي قدامها بالظبط. فانا دخلت جوه الانترفيس سيريال 0 على 2 على 1 قلت له اي بي اوز بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست وبعدين دخلت قلت له اي بي اوز بي اف مسج دايجست 1 ام دي 5 الباسورد بتاعتي وشكرا على كده. طب لو دخلت في راوتر باشمهندس واحد وعملت الطريقه الاولى مثلا والراوتر الثاني عملت زي الفل شغال بس لازم الباص تكون هي هي الباص. ما انت كده كده بتخش من الطريقه مفيش مشكله خالص. انت كده كده بتخش جوه الانترفيس في اي طريقتين وتكتب ايه الباسورد تمام. طيب تعالوا كده نكمل مع بعضنا كده اتعلمنا ازاي نعمل سكيور للايه للاوز بي اف. طب انا عايز اتاكد ان ام دي 5 شغال عندنا في الاوز بي اف فبعمل ايه؟ شو اي بي اوز بي اف انترفيس واسم الانترفيس اللي انت كاتب عليها الكوماند بتاع الباسورد. فهتلاقيه بيقول لك والله المسج دايز شغال تمام كده واول كي خلاص بدانا نشتغل بيه تمام. طيب لو عملت شو اي بي اوز بي اف شو اي بي روت اوز بي اف فهتلاقي عندك الاوز بي اف الايه الروتس بتاعته باين عندك جوه الجدول اهو شايفين. الترابل شوتنج بقى الجزء بتاع الترابل شوتنج بتاع الاوز بي اف وده جزء مهم جدا لانه بيجي عليه سؤال عملي في الامتحان. وانا جبت لكم الورق بتاع اللابات اللي انتوا هتصوروه لو انتوا عايزين تصوروه تمام كده طبعوا لكم وجابوا لكم جاهز. ها الاوز بي اف بقى ادجستنسز اول حاجه بيقول لك لما يكون عندك مشكله في الاوز بي اف اول خطوه لازم تكون تشوف هل الراجل ده نيبر للراجل اللي جنبه ولا لا. فاكرين لما قلنا الراوترات بتاعت الاوز بي اف بتعمل جدول اسمه نيبر تيبل وعلشان اتاكد منه في كوماند اسمه شو اي بي اوز بي اف نيبر. طب هو امتى الراجل ده ما يكونش شايف الراجل اللي جنبه؟ قال لك اول حاجه الانترفيس ار نوت اون ذا سيم نتورك. عمك مصطفى وهو بيحط الاي بي هنا راح حطه في شبكه وهو بيحط الاي بي اليمه الثانيه قدامه حطه في شبكه ثانيه خالص. في الحاله دي الاثنين مش هيجيبوا بعض. لو انت عامل واحد شبكه والثاني شبكه ثانيه طبعا طبيعي. او الاوز بي اف نتورك تايب دوز نوت ماتش. يعني ايه نتورك تايب دوز نوت ماتش؟ يعني مثلا انت شغال هنا تريبل بي وهنا شغال اتش دي ال سي لسه هناخدهم في الوان ان شاء الله. بالظبط. او الهلو ديد تايمر داز نوت ماتش. خدنا المره اللي فاتت كوماند بيغير الهلو ديد فانت هنا كتبت 10 وقدامه كتبت 15 شكرا الاثنين ما عندوش جيران مش هيشوفوا بعض. دي كلها مشاكل اهي. او الانترفيس تو نيبر از انكوركتلي كونفيجرد از ا بازل. لا ده المعلم دخل على الانترفيس وعملها بازل ونسي الباسل ده معناه ان مش هيبعت هلو للراجل اللي جنبه تمام. طب there is missing incorrect اوز بي اف نتورك كوماند. لا ده هو نسي اساسا كوماند النتورك ده اساسا فين في الاوز بي اف. او الاوثنتيكيشن از مس كونفيجر يعني عمله في نمه
ونسي يعملوه في اليمن الثاني. دي كلها مشاكل ما تخليش الراوتر يشوف الراوتر اللي جنبه. تمام، خدنا الحالات بتاعتنا اللي هو الداون ستيت، انيشال ستيت، واي ستيت اللي هو كده خلصت، اكستشينج ستارت اخترنا مين اللي هيبعت الاول، وبعدين اكستشينج داتا كل واحد يبعت الديسكريبشن بتاعه، واللودنج ستيت كل واحد يبعت الداتابيز اللي جنبه، الاثنين زي بعض فول ستيت. خدنا كوماندات بنعمل بها ترابل شوتينج شكل شو اي بي بروتوكول، ده بيجيب لك ايه يا جماعه؟ الراوتنج بروتوكول شغال على الراوتر. شو اي بي اوز بي اف نيبر، بيجيب لك الاوز بي اف نيبر اللي حواليك، الجيران اللي شغالين اوز بي اف حواليك. شو اي بي اوز بي اف انترفيس ديسبلاي اوز بي اف برامتر كونفيجر انترفيس اس اوز بي اف بروس اي دي، بيجيب لك كل حاجه معموله على الانترفيس دي، بيجيب لك كل الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف. شو اي بي اوز بي اف بيقول لك بيشوف البروس اي دي على الانترفيس، كل حاجه انت عملتها على الانترفيس دي، يعني حطيت باسورد على الانترفيس دي شغاله، عاملها بس شغال بروس اي دي بتاع الراوتر وشغلت تبع انه اوز بي اف بالظبط واحد ولا اتنين ولا تلاته، لان احنا ممكن نعمل اكتر من انترفيس على الراوتر ونحط كل انترفيس في اوز بي اف يجيبه لك. تمام كده، مش انت اي انترفيس شغال، لا لو انت عملت بقى شو اي بي اوز بي اف انترفيسز يجيب لك كل الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف. تمام، شو اي بي روت يجيب لك الراوتنج تيبل، شو اي بي روت اوز بي اف يجيب لك الراوتنج تيبل اللي عمله الاوز بي اف بس، الطرق او الشبكات الاوز بي اف جابها بس. خدنا الكوماند دي قبل كده، كلير اي بي اوز بي اف برقم الاوز بي اف وبعدين بروسيس، فاكرينه الكوماند ده كان بيعمل ايه؟ لما كنا بنغير الراوتر اي دي وقلت لك هو مش هيقبل منك، لازم تعمل ريستارت للاوز بي اف او تعمل ريستارت للراوتر، فده كنا بنعمله بكلير اي بي اوز بي اف بروسيس. صح كده، بتاع ايه الماك بتاع الانترفيس بتاع الراوتر، شو انترفيس واسم الانترفيس يعني هو لا هو كان بياخد ماك ازاي، كان بياخد راوتر اي دي ازاي، ده يعني ما كانش بياخد ماك، بياخد ماك للسيريال، هتدور عليها شوفوا عليك طبعا خليكم بقى ندور عليها، طيب ندور انا بس خلاص كده، لا لازم انا دورت، طب ابحث بايه؟ انا اديله الخير بس في جوجل، انا بحثت في جوجل يبقى الاول اقول لكم عليه، هو السؤال اللي كنت عايز اقوله على كابتن، انا دخلت اصلا كان فاضي، اول حاجه هنعمل ترابل شوتنج، بنعمل ترابل شوتنج على النيبر تيبل بشو اي بي اوز بي اف نيبر اهو، وبعدين بشو اي بي اوز بي اف انترفيس بريف يجيب لك كل الانترفيس بالاي باب بتاعتها، بشو اي بي اوز بي اف انترفيس يجيب لك كل الانترفيس شغاله اوز بي اف، شو اي بي روت ده بيجيب لك الراوتنج تيبل بتاعك، شو اي بي روت شو اي بي بروتوكولز يجيب لك الراوتنج بروتوكول اللي شغال على الراوتر. طب ده بشوف منه ايه بس؟ شو اي بي بروتوكول ده بيشوف النوع البروتوكول، وكمان بيشوف النتورك اللي انت كاتبها كوماند النتورك، فلو انت ناسي كوماند نتورك مثلا ولا حاجه هتعرف ايه، هتعرفه بيبقى موجود جواه النتورك اهو، شايفين النتورك اللي انت كاتبها ايه، فالراجل طلع ناسي نتورك اسمها 192 168 1 0، هو لقى كاتبها كام؟ دوت 3، انما دوت كام؟ 255، دخل عمل كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف 10 نتورك كذا. كمان الكوماند ده لو انتم فاكرين كان بيجيب لنا الباسيف انترفيس، فلو انت عامل ناس وعامل باسيف انترفيس وهي المفروض ما تبقاش باسيف هتلاقيه. طيب الاوز بي اف فيرجن 3 زي الاوز بي اف فيرجن 2 بالظبط، بس كل الكلام هنزود كلمه ايه؟ في 6، نفس الكلام بالظبط بس كلمه في 6 هنحطها قبله، والشابتر سامري الحمد لله. شابتر 3 بقى بيتكلم عن ايه؟ بسرعة كده شوف شابتر 3، الشابتر السادس عندنا في الجزء الثالث من اوز بي اف بيتكلم على حاجة اسمها مالتي اريا اوز بي اف. يعني ايه مالتي اريا اوز بي اف؟ لو انا عايز بقى ايه اظبط نفسي واعمل اكتر من اريا وكلام من ده، طب تيجي نعملها كده مع بعض، تعالى نسيبنا من البرزنتيشن خالص، البرزنتيشن ده خليه للاخر خالص، وتعالى نعمل اكتر من اريا مع بعض كده في رسمه. احنا عندنا الجامعه بتاعتنا في الرسمه اللي قدامنا دي اهي، بس انا عايز ايه؟ عايز اعمل لكم فيها شويه ديزاين كده. ايه الديزاين اللي انا عايز اعمله؟ عايز اعمل رسمه بالشكل الاتي اهو، عشان اوضح لكم المالتي اريا والسامري والحاجات اللي مشروحه دي. هو المحاضره كام المره دي؟ 11.
بص يا شباب انا عندي راوتر اهو، ولا عندي راوتر اهو، وعندي راوتر اهو. فباسم عامل ديزاين للشبكة دي كده ثلاث فروع، بس هو عنده في الفرع ده الرينج، وباسم عامله كده 192 168 1 0 و 2 0 و 3 0. وفي الرينج ده باسم عامله كام؟ رايح عامل واخد رينج تاني خالص اللي هو 172 16 1 0 و 16 2 0 و 16 كام؟ وفوق هنا عامل رينج رابع اللي هو 10 دوت 10 دوت 16 دوت 0. 16 ايه يا عم؟ اه عايز كده. و 17 دوت 0 عشان اصعبها شويه، و 18 دوت 0. وعايز يقسم الدنيا دي لاريا بحيث ان دول يحطهم في اريا ودول يحطهم في اريا، يعني دول كده هيبقوا فين؟ في اريا اهو، ودول هيبقوا فين؟ في اريا. ويا معلم دول كده مع نفسهم مع اللي فوق دول في اريا واحده، مع اللي فوق كمان، اه مع اللي فوق كمان اللي فوق ماشي. اه ده اريا ايه؟ اريا زيرو. وده عايزين نسميها اريا كام؟ 10. ودي عايز اسميها اريا كام؟ 20. ايه رايك يا معلم؟ عايزين نعمل دي. بس قبل ما نعمل دي المفروض اللي ما بين الاريا وبعضها يطلع ايه؟ السمري بس، الملخص صح؟ فلما الاريا دي تيجي تعمل ابديت تبعت لي ايه؟ الملخص بتاع ده. وده لما يجي يبعت الابديت يعمل ايه؟ الملخص بتاع ده. يبعتوا ما بين بعض ايه؟ ملخصات. يبقى احنا كده دلوقتي هناخد ايه؟ ازاي نخلي الاوز بي اف يعمل سمري، وازاي الاوز بي اف نقسمه لاكتر من اريا، صح كده؟ طب تيجي نعمل سمري الاول كده نشوف دول ينفكوا في قد ايه او ينضغطوا في قد ايه. تعال نشوف كده اهو. هما ال 192 دي لو جالك في الامتحان كده 168 1 ايه؟ 0، و 192 168 2 0، و 192 168 3 0. وقلت لك لخصهم يا معلم، تلخصهم ازاي؟ قلنا نمشي من الشمال لليمين، طالما في تشابه ينزل. طب الاختلاف نحول بقى ايه؟ باينري صح؟ اهو فيجي عند الاختلاف فين؟ هنا اهو شايف؟ اهو فده ينطق معاك ايه؟ 0 0 اهو. فالثمان اصفار دول ينطقوا كام؟ صفر. فيبقى 192 168 0 0 سلاش كام؟ سلاش كام؟ 8 8 16 و 6 24 صح كده؟ 22. طيب وهنيجي برضو هنا اهو. حاضر. إيه مش احنا بنمشي من الشمال لليمين؟ انت فاهم الحته دي؟ ماشي. وبنجيب المتشابهه ولا اهو باجي هنا 1 2 3 دول اختلفوا تمام، او محولهم باينري اهو. 7 اصفار 1 2 6 اصفار 1 0 3 ها 6 اصفار 1 1. طب هم اختلفوا فين؟ انا ابتديت ماشي لقيته 0 نزلته 0 0 نزلته 0 0 نزلته 0 0 زي ما هو 0 اهو بينزل هو اهو 0 اهو. اختلفوا فين؟ هنا 0 1 1 اهو اختلفوا. انزل 0 واصفر لاخر الاي بي شايفه 0 0 تمام. وكمان في الاخر ده صفر ما بصروش كمان دول صفر اهو. ما طالما حصل اختلاف بصفر تمام. طيب الثمان اصفار دول ينطقوا معاك ايه؟ صفر اهو. مش دول 8 اصفار؟ طيب وفي الاخر كان صفر زي ما هو اهو. طب سلاش 22 دي جت منين؟ عندك 8 وحايد، مش دول ب 8 بالتات؟ ودول ب 8 يبقى 16 وتشابه في كمان 6 4 و2 اهو يبقى 16 و6 كام؟ 22 اهي. فهمتيها؟ تمام؟ طيب اللي بعده لو انا عايز اعمل سمر للشبكه دي ما هي نفسها يا عم بقى. ما هي هي هنعمل ايه؟ 172
16 الواحد دي اللي هي كام؟ 0 0 0 0. اه تمام اهو، ما هو بيقول لك زيها يا عم، ما هي هناك هي هي برضو صح. تمام طيب العشرة ليه اللي فوق صح؟ مش كانت 10 10؟ 16 0 10 10 17 0 10 10 18 0. هنعمل ايه؟ 10 10 10 16 دي اللي هي كام؟ اللي هي 128. ها 64 32 16 اهو. طب 17 اهو. طب 18 هتيجي ايه؟ 0 0 0 1 اهو. 0 0 1 واحد كلهم اهو ينزل زي ما هو، وكمان 0 ينزل ما هو. 0 اختلفوا فين؟ هنا اهو. اهو يبقى 10 دوت 10 دوت 16 22. لان عندك 6 و 16 22. يبقى احنا هنا التلات رنجات بتوعنا. الرنج الاولاني هيبقى كام؟ 192 168 00/22. الرنج التاني هيبقى كام؟ 172 16 00/كام؟ ايه؟ بس ثمانية اهو. السلاش التالت هيبقى كام؟ 10 10 ها 16 0 صح كده؟ مش دول التلات رنجات؟ تعال بقى نشوف ازاي بنخلي الاوز بي اف يعمل سمري. بنخلي الاوز بي اف ايه؟ يعمل سمري. وازاي بقسمه لاكتر من اريا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمله ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. هذا الرسمه بتاعتنا اهي. هنقلبها. تيجي نقلبها؟ يلا يا عم اهو. طير يا عم الرسم، الحاجات دي ملهاش اي لازمه. اهو. اهو. اهلا اهلا السلام عليكم. السلام اهو. حلو الكلام كده؟ بقول لك ما نجيب رسمه جديده وخلاص، ما نجيب رسمه جديده بدل ما نقعد نقلبها اهو. 2000 وايه 2800 مثلا، اوتر 2800 طخ 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 اهو. ونيجي هنا اهوت نجيب ثلاث سويتشات اهو، 1 2 3. وهنا ثلاث سويتشات، 1 2 3، ثلاث سويتشات اهو. ثواني نعملها اهو. ونيجي اهو ما بين الراوترات وبعضيها نركب سيريال. احنا هنركب سيريال وهنركب فاست، عشان الراوتر بيبقى فيه 2 فاست بس، وانا عايز 3. الراوتر بيبقى فيه 2 فاست بس اهو، وانا عايز 3 اهو. تمام. وبعدين ال 2 فاست ايثرنت اهو، وشغل وارجع على الراوتر ده اهو. عندي هركب سيريال اهو، اهو واركب فاست 2 فاست ايثرنت اهو، واشغل. هاجي على الراوتر ده واقفل باور اهو، اهو و 2 فاست ايثرنت، وابتدي اشغل باور. حلو الكلام. هنيجي بقى هنا اهو تركب الايه؟ الفاستات اهو. ادي الفاست اهو مع الاولاني، وادي الفاست الثاني، وادي الفاست الثالث. هذا الفاست الاولاني اهو، الفاست الثالث. ده الرسمه بتاع السمري يا جماعه. وجيت هنا قلت له سيريال 0 على 2 على 0 مع سيريال 0 على 2 على 0. وهنا سيريال 0 على 2 على 1 مع سيريال 0 على 2 على كام؟ على 1 مثلا اهو. دي الرسومات بتاعتنا اهي.
وهنا في شبكة اسمها 209.165.200.228. ما هي بتاعتنا، ما هو بين الروترات خليها عادية يعني زي ما هي كده. الشبكة هنا 192، هنا 172، هنا ايه 10، اللي ما بين الروترات زي ما هي. ماشي، 209.165.200.232. هحط ايباده يا جماعة. برضه خلاص بقى خلصنا حكاية الايباد دي، فتعال نحطها بالطريقة السهلة بقى. يعني ايه؟ نخش جوه الكونفج كده، نقول له السيريال ده اهو 209.165.200.229. تمام كده اهو اللي هو ده. بس خد بالك ده سلاش 30، يبقى كام هنا؟ 252 وون، صح الكلام؟ واي كلوك ريت اهو وشغال. طب وده 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 الفصل الاولاني اهو 192.168.1.1 وون، الشبكه الاولانيه نورت. عايزين نروح الشبكه الثانيه. استنى سلاش كام بقى؟ مش سلاش 24، انا لسه عملت سمري. ده الايباد بتاع الانترفيس زي ما هي، الايباد ما هي يا جماعه، لسه ما عملتش سمري. السمري هيبقى على الفروع الثانيه مش عند انا، السمري هيبقى على الفروع الثانيه. دي بتاعت انا فبتتكتب زي ما هي، انما الفروع الثانيه هتشوف ان انا ايه ملخصي. تمام. طيب الراجل ده ايه؟ هي برضه اهو الراجل اللي هو الياما الثانيه ده، اللي هو الفاصل زيرو على كام؟ على واحد اهو. بس المره دي هتبقى كام؟ 2 واحد زي ما انا لحد الان اللي عملت سمري ولا عملت نيل اهو. بخش على الراجل الثالث اهو 1 0 اهو زي ما هو. 3 كام؟ 3 1 اهو. حلو كده، بس مقوم الفرع الاولاني. الفرع الثاني هيبقى 16 1، 16 2، 16 3، صح كده؟ ويبقى عندك 230 اللي هو ده و 233 اللي هو ده اهو. اخش على الاثنين سيريال الاول اهو. فين يا عم الكونفج؟ ادي السيريال الاولاني اهو 209.165.200.229. لا 29 اللي قدامك انت، 230 سلاش كام؟ 252 اون. شوف انت بتعمل، هو بيكتب معاك تحت اهو. تمام. اروح للسيريال الثاني 209.165.200.233 اهو واون وكلوك ريت شغال يا عم. كلوك ريت طب عنده 3 فاصل عنده. فاكر كلوك ريت؟ يا نهار اسود. 10 19 16 1. الراجل نسي الكلوك ريت يا بس. 255.255.0 اون. طيب نروح على اللي بعده. كل ده لسه بحط ايبات يا شباب، لسه ما عملتش حاجه جديده اهو. 17 1. ايه ما هو ده مش هتلاقيه موجود حبه على الروتر حقيقي. ده اللي هنشتغل عليه، ده اللي هنشتغل عليه، ده عشان اسرع بس الدنيا بس يعني. تمام. طيب 1 0 اهو ادي 18 ماشي يا حبيبي اهو وقول صح الكلام. خلاص الراجل ده رخر قام اهو، ناقص لي مين؟ ناقص الراجل اللي تحت ده. تعال نحط بقى 234 172 16 1 16 2. الله يكرمك بس كده اهو. هنيجي على السيريال اهو وهنقول له 209.165.200.200 كام؟ 34 اهو. بس ده الفلاش كام؟ اهو وون. ونيجي على الفاصلات بقى 172.16.1.1 ون. تمام. ايه يا باشا؟ 0 على 1 ها 172 16 يعني الشبكه اللي هي اللي هي لا بالظبط اللي هي ايه؟ اللي هي 0. هنشوف بقى اهو لسه ما عملش حاجه، لسه ما عملش حاجه خالص. على السبيل يعني حط الشبكه اللي هي 209 مثلا. انما في الفروع بوزع بقى
بتحط الشبكه الداتا عليه بالظبط كده. تمام اهو 2 1 وان 1 على 0 172 16 3 1 وان. حلو كده. انا شباب ما عملتش حاجه، انا بس كل اللي انا عملته حطيت لي ده اي بي اللي هو 192 168 10 سلاش كام 24. حلو الكلام كده. وحطيت ده اي بي تاني اللي هو كام 20 سلاش 24، وحطيت ده اي بي تالت اللي هو كام 30. صح الكلام كده. وجيت هنا فوق حطيت هنا كام 10 دوت 10 دوت 10 دوت 0 10 دوت 10 دوت 16 دوت 0 سلاش كام 24. وجيت هنا حطيت كام 17 اهو. وجيت هنا حطيت كام 18 اهو. جيت على ده حطيت 172 16 1 دوت 0 سلاش كام 24 اهو. وجيت هنا حطيت 16 2 0، وجيت هنا حطيت 16 3 0. تمام خلاص كده اهو. بس ده اللي انا عملته، لا عملت سمري ولا حتى شغلت اوس بي اف اساسا. ده الطبيعي. تمام كده. طيب عايزين بقى نشغل الاوس بي اف. لو انت دخلت على كل راوتر هتلاقيه عارف الشبكات بتاعته بس، صح كده؟ اهو لو دخلت على الراوتر ده عملت شو اي بي روت هنلاقي ايه؟ ما يعرفش غير بتوعه. صح الكلام؟ ما يعرفش غير بتوعه بس. اهو دايركت كونكت. كل راوتر عارف ده كونكتد بس. يعني ايه؟ كل راوتر بس هم عارف دول اهو. صح كده؟ طب اللون اللي فوق عارف دي اهي. عارف دول اهو، ما اعرفش 172 دول. الراجل ده عارف مين؟ عارف دول. طب انا عايز اعرف بقيه الشبكات، يبقى لازم نشغل الاوس بي اف. حلو. نشغل الاوس بي اف ازاي يا شباب؟ اهو نيجي على الراوتر الاولاني كونفيجر تيرمينال. انا عايز اعمل ايه؟ الرجاله قال لك وانت بتشغل الاوس بي اف عايزين كمان نعمله مالت اريا. مالت اريا يعني ايه؟ يعني انا عايز دول اريا اهو، دول عايز اخليهم في اريا اللي هم هسميهم لكم دول، يعني منطقه لوحدهم الداتابيز لوحدهم. تمام اهو دول عايز اخليهم في اريا اللي هم دول لحد هنا، ودول عايز اخليهم في اريا تانية اللي هم دول، والرجاله دول بالشبكتين اللي في النص دول في اريا ثالثه اللي هم دول. دول شايفينهم اهو. فعايز اخلي دول في اريا 20 ودول في اريا 10 ودول في اريا كام؟ 0. تعال نبدا من اللي عنده اريا 0 الاول. فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اقول له كده سي ال اي اهو اكزيت كونفيجر تيرمينال. اكزيت كونفيجر تيرمينال خلاص. راوتر اوز بي اف 1 النتورك بتاعت هي اللي فوق كام؟ 10 دوت 10 دوت 16 دوت 0. هو انت مش تعمل سمر يا عم؟ يا عم مالكش دعوه بالسمر دلوقتي، قلت لك 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255 اريا 0. بكتب طبيعي خالص اهو. الشبكه الثانيه 17 0 اريا 0. الشبكه الثالثه ايه؟ كام؟ 18 0. طب الشبكتين اللي في الجنب 209 165 200 دوت 228 سلاش 30 يبقى 0. 0 كام؟ اريا كام؟ الشبكه اللي بعديها 200 كام؟ 32 اريا كام؟ 0. صح كده؟ مش دول في اريا 0؟ تمام؟ طيب الراجل، نروح للراجل ده. الراجل ده عليه ثلاث شبكات موجودين في اريا 20. مش دي احنا قلنا عايزين نخليها اريا 20 اللي هي دي؟ اريا اهو اريا 20. عنده يا جماعه ثلاث شبكات في اريا 20 اللي هم دول، وشبكه فين؟
فيريا زيرو صح؟ ال 209 فيريا زيرو اهو هنيجي اهو راوتر اوز بي اف 1 الشبكة اللي فوق والله 209.165.200.228.0.0.0.3.0 اهو اللي فوق دي زيرو زيرو تمام؟ طب اللي تحت بقى في 20 اهو النتورك التانية اللي هي كام؟ اللي هي كام النتورك التانية؟ اللي هي 192 168 بتفرضين اهو والله والله ما جيت لسه من السمري اهو اريا كام؟ زيرو اريا 20 اه يبقى ده صح نوع اهو معلش ودي في اريا كام يا شباب؟ 20 اهو يبقى النتورك بتاعتنا دي في اريا 20 اللي بعديها برضو في اريا 20 اللي هي كام؟ اللي هي الاثنين اللي بعديها في اريا كام؟ 3 اللي هي برضو في اريا 20 حلو الكلام؟ تمام اليمة دي عايزين نحطها في اريا كام؟ اريا 10 اهو على كده ادي اهو اريا 10 حلو كده هنيجي على الراوتر ده اهو نقول له سي ال اي اهو اكزت راوتر اوز بي اف 1 عنده واحده بس في ايه في الزيرو اللي هي 209 165 دوت 200 دوت 232 0 0 0 3 اريا 0 الشبكه اللي بعد كده اللي هي كام بقى اللي هي ال 172 16 1 0 0 0 المفروض نكمل بس يعني انا مش عارف ايه اللي حصل ماشي اهو نتورك 172 16 1 0 0 0 0 255 اريا كام؟ اريا 10 الشبكه الثانيه اريا 20 اريا 10 الشبكه الثالثه اريا 10 بس يا سيدي عملت انا سمري عملت سمري ولا عملت اي حاجه لو جيت بصيت كده لو جيت بصيت كده قلت له شو اي بي روت هنا ماشي شو اي بي روت اهو هلاقي شبكه 1 و2 و3 جايين متفرضين شايفهم 1 و2 و3 جايين متفرضين اهو تمام ال172 انا ملاحظ ان ما جاتش في 172 طب اعمل شويه كمان مره كده يمكن لسه ما كانش جابها اه جابهم اهو بقى شايف جايين متفرضين ازاي يعني معنى ذلك ان الاوز بي اف لوحده يا محمد ما بيعملش سمري الاوز بي اف لوحده ما بيلخص جايين متفرضين يعني جاي ال 172 16 لوحدها وال 2 لوحدها وال 3 لوحدها مش انه المفروض ايه يعملهم سمري كام سلاش 22 فالاوز بي اف لوحده ما بيعملش سمري لازم انت تعمل مانوال سمر زي ما عملنا كده وتقول له انت بتبعت الابديت ابعته متلخص بالظبط بالظبط هو ال10 كده كده يا باسم بتوعه دايركت كونكتد فكده كده مش هنعرف نلخصهم لازم يكونوا متفرضين عنده انما الحاجات اللي جايه من الفروع الثانيه المفروض تكون جايه متلخصه مش متلخصين اهو شايف ايوه طب احنا عايزين بقى نكتب كوماند يلخصهم نقول للاوز بي اف وانت بتبعت الابديت لخص يعني ايه لخصهم بدل ما ابعت لك كل شبكه لوحدها يعني الراجل ده لما بيجي يبعت الابديت لده محمد بيبعت دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها فبيبعت كام مسج ثلاثه لا انا عايز يبعت لها مسج واحده رساله واحده تعرفه الثلاثه ملخصهم زائد كمان يا محمد ان الجدول ده اهو حجزت انا فيه كده كام صف ثلاثه بالفرع ده لا انا عايز يحجز ايه واحد بس ازاي بقى خليه يتلخص ازاي اخليه ملخص شوف ازاي هحكي بقى السمري بقى اهو طبعا انتوا فهمتوا ازاي عملنا السمري فالسمري بتاع دول كام كام السمري بتاع دول 192 168 00 سلاش كام 22 صح ال 22 دي ليها كام اللي هي كام صبنه ماسك اللي هي 8 8 6 0 اللي هي 255 255 252 كام 0 حلو تعال نشوف السمري هيتم ازاي هو فين اللي عنده الفرع ال 192 اهو عند الراوتر ده اللي مربوط في اريا 0 اهو هنيجي على جوه نقول
exit router OSPF1 area 20 area كام range والسمر بتاعها بالسبنت ماسك. شكرا. انت عارف انا بقول له ايه دلوقتي؟ بقول للراوتر الاوز بي اف لما تيجي تبعت الابديت بتاع الاريا 20 ما تبعتوش متفرغ، ابعته الرينج ده وخلاص مره واحده. يبقى دي الشبكات اللي موجوده فين؟ جوه ال 20. طيب انا عايز الراجل ده لما يجي يلخص، لما يجي يبعت الابديت يلخص دول. دول بتوع مين اريا كام؟ ملخصهم كان كام؟ تعال نشوف. هنيجي جوه الاوز بي اف اللي جواه اهو، كونفيجر راوتر اوز بي اف 1 اريا 10 رينج. لما تيجي تبعت الابديت بتاع اريا 10 الرينج بتاعك هيبقى 172.16.00 بسبنت ماسك اللي هو سلاش 22 اهو. بس يعني انا بشتغل اوز بي اف عادي يا مصطفى خالص، وبعدين اعمل سمري بعد مين؟ بعد ما اخلص شغل الاوز بي اف. انا خلصت كوماندات النتورك وايبهات وما اعرفش ايه، وبعدين عملنا سمري بالظبط. تمام كده. لو جينا بصينا دلوقتي بقى دلوقتي في الراجل اللي في النص ده، هتلاقي الناس متلخصه عنده متلخصين شو اي بي روت. الله، ال 172 اللي جاله من الفرع بتاع طنطا واحده، وال 192 اللي جاله من فرع اسكندريه واحده، هي شبكه واحده ملخصاهم كلهم صح ولا لا؟ كانوا في الاول ايه متفرضين قدامك اهو. ده اللي جاله من فرع اللي هو اليمين. شوف بقى دلوقتي بعد الترخيص بقى ايه؟ لو باك الجاي من الجهاز راح ال 172 16 مثلا يا باسم 2 2 10 هو عارف ان ال 16 دي موجوده في على اني سيريال على 0 على 2 على 1. يبقى الراجل هيقوم حادفها منين؟ من السيريال 0 على 2 على 1 تيجي هنا. هنا بقى عنده متفرضين يا معلم اهو. ما هو هنا دول بتوعه اساسا شو اي بي روت. لو جه بص جواه هتلاقي عنده 16 1 و2 و3. يا باشمهندس الرسم كده ده كمان بيطلع الملخص بس اللي الرسم ده. بص يا جماعه انا فاهم انت عايز تقول ايه. بص كده بص كده بص بص يا باشا، الباكت بتاعتنا لما بتبقى ماشيه لو انت فاكر بتبقى مكتوب فيها مش رقم الشبكه، بيبقى مكتوب فيها رقم الاي بي اللي انت رايح له. ايوه فبتروح مع الشبكه دي ما تروح على الاي بي. ايوه فانت كاتب انت كاتب انت كاتب في الراوتر اللي في النص اي حاجه بدايتها 172 16 احذفها من السيريال وخلاص. ايوه ده الباكت، انما جوه الباكت نفسها في الاي بي. بالظبط كده فهمتني كده تمام. في مشكله يا جماعه في السمري؟ في مشكله في السمري لحد الان؟ في مشكله في السمري. طيب لو انا جيت قريت بقى الشابتر ده المالتي اريا اوز بي اف بيقول لي ايه؟ بيقول لي السنجل اريا اوز بي اف بيبقى كل الراوترات محطوطه في نفس الاريا شغال تمام مفيش مشكله ماشي. طب ايه مشكلتي ايه؟ هيبقى عندك جدول كبير قوي. تصور لو انت عندك 700 راوتر و700 راوتر دول كل راوتر حواليه 10 شبكات. واو هيبقى عندك جدول فيه 7000 شبكه. عيش حياتك بقى اي اس بي بقى شركه نت بقى ولا حاجه. هيبقى عندك لينك ستيت داتابيز واحده. يعني ايه لينك ستيت داتابيز؟ حد فاكر لا سمح الله ال ال اس داتابيز يعني ايه؟ كانت ايه عباره عن ايه؟ الداتابيز كلها مش احسن مصادر. كله بتاع كل الراوترات صح كده. كان كل راوتر بيبعت الابديت اللي جنبه، اللي جنبه ياخد منها نسخه يبعتها اللي جنبه تمام. كمان لو انت حصل تشينج هنا، لو حصل هنا حصل ان خط انقطع، ده كل الراوترات هتقعد تحسب البيست روت من اول وجديد صح. بيقول لك فريكوينت شورت سبارس فيرست الجوريزم ايه كومبيتيشنز، هيقعد يحسب من اول وجديد. طب الحل قال لك نقطع الدنيا لمجموعه من شبكات، مجموعه من الاريا، وكل اريا تقعد تطحن في نفسها، والملخص ناخده نبعته لايه ما بين الاريا وبعضيها زي ما عملنا حالا دلوقتي. ملخصي ابعتهولك وشكرا على كده. فبيقول لك المالتي اريا اوز بي اف ريكوير هيريكال نتورك ديزاين. طبعا هيريكال يعني ايه يا جماعه؟ يعني شجري. ببدا باريا 0 وبعدين اريا 51 وبعدين اريا 1، بس اهم حاجه ابدا بمين؟ طيب الاريا كام؟ ايه الاريا؟ الاريا لو انت دخلت قوي بقى على الاوبتمايزيشن في كتب بتاع سيسكو بتاع سي اي يوم كاتب لك كده الاريا يفضل من 50 ل 100 راوتر.
من 50 ل 100 راوتر الاريا. تمام كده ما زدتش عن كده اهو، من 50 ل 100 راوتر ده الاريا يفضل. بس انت عملته 120 تقريبا. لا 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 ده الريب، الريب اللي اخد 15 راوتر، انما يفضل جوه الاريا من 50 ل 100 راوتر. حلو الكلام. طب هو في الاريا زيرو مثلا انا شبكه تمام وانا وزيرو اه، فلو بقى شبكه كبيره يعني اريا واحد فاكتر راوتر اريا زيرو فاكتر راوتر، ما انا بقول لك 50 ل 100 راوتر يا محمد ده رقم مهول. ماشي مفيش مشكله. العدد بقى مثلا في اريا واحد عندي 50 مثلا، فانا كده هعمل رئيس وهعمل ايه النائب؟ لا ده رئيس ونائب ده لو انت عندك سويتش ما بينهم. لا يعني لازم اها لا مفيش يا ريس. احنا قلنا الانتخابات دي بتتم في شبكات المالتي اكسس اللي فيها شويه سويتش، شويه راوترات على سويتش، فهيوقعوا السويتش. فبنعمل ايه؟ واحد ريس وواحد نايب، عشان لما تبقى بدل ما تبعت الابديت لكل الناس تبعته الاثنين للريس والنايب. لا يا معلم ما دي بوينت بوينت كلها. قالوا كده. طيب عندنا الاريا نوعين اثنين، انواع الاريا نوعين، لا اما اريا زيرو لإما اريا عادية. الاريا زيرو بيسموها يا جماعة باكبون اريا، الاريا العادية نون باكبون اريا. باكبون اريا الاريا بتاع العمود الفقري يعني او ترانزيت اريا. تمام؟ بيقول لك كل الراوترات اللي بتبقى موجودة في اريا زيرو بتبقى راوترات سريعة جدا. طبعا احنا عندنا يا جماعة في كل محافظة بنرمي راوتر تبع اريا زيرو اهو، في طنطا، شبين، اسكندرية، منصورة اهو. الراوترات دي ما بنوصلهاش بأجهزة يوزر، ده الراوترات دي اللي ماسكه الباكبون بتاع الشبكه، ده الكور بتاع الشبكه. تمام؟ طب الناس بتوع شبين دول في بقى عندك منوف وفي عندك الشهداء وفي عندك معرفش مين، في كل فرع من دول هرمي ايه؟ هرمي راوتر واحط كل الراوترات دي فين؟ في اريا. فيبقى الراجل اللي عندك اللي تبع اريا زيرو اللي عندك في شبين ده ماسك شويه راوترات عندك، وهو له رجل في اريا زيرو ربطها بالكور راوتر اللي في طنطا. هو ال نوع معين من الراوترات في بيبقى راوترات عالية. أغلى راوترات عندك مثلا لو أنا هجيب 2900 اللي هو الاي اس ار الجديد بقى بتاع سيسكو ده، أغلى ده حاجة سيسكو منزلها. بس على أي راوتر ده ما شاء الله 2600 عندك قديمة هتشغله. بس هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ أه طبعا من شرط تسكو. هو بيقول لك ليه تجيب حاجات جامدة تحطها في ريزور؟ لأن دي بقى اللي إيه؟ عايز سرعة جامدة، ليه ماسكة لك الكور بتاع الشبكة كله؟ فأي ديلي هيحصل عليها هيتبطأ لك الشبكة كلها. تمام؟ وعشان كده هناك في في المركز الرئيسي تلاقي كل ما يجي راوترات جديده المركز الرئيسي ياخدها ويبعت لك انت الراوترات التعبانه. ليه؟ ما هو ده طبيعي يعني، لان هو مسك الكور بتاع الدنيا بتاع الشبكه. تمام؟ طيب الاريا زيرو اللي هو الباكبون اريا دي بيسموها اريا كام؟ اريا زيرو. طب الريجولار اريا؟ الريجولار اريا بقى دي الاريا اللي بنربط بيها السويتشات اه بتاع اليوزر بقى، فبيسموها ايه؟ بيسموها ريجولار اريا. طب انواع الراوترات بقى زي ما احنا قلنا انواع الاريا، هناخد انواع الراوترات. يبقى انواع الاريا كم نوع؟ نوعين، لا اما اريا زيرو لا اما ايه ماهيش اريا زيرو. اريا زيرو بيسموها باكبون اريا، مش اريا زيرو بيسموها نورمال اريا او ريجولار اريا. تمام كده. اه بيسموا بعد كده بقى انواع الراوترات. بقول لك والله لو الراوتر بتاعك كله بكل الرجول بتاعته في نفس الاريا بيسموه انترنال راوتر. يعني انا عندي الراوتر الرجول بتاعته كلها في نفس الاريا بسميه انترنال راوتر. اهو زي الراوتر ده، زي المنورين قدامكم دول، زي الراوتر ده، زي الراوتر ده، كل الرجول بتاعته فين؟ وقع في نفس الاريا، فبسميه انترنال راوتر. طيب الباكبون راوتر هو راوتر له رجل في اريا زيرو. هو راوتر فين؟ له رجل في اريا زيرو، زي الاربع راوترات دول يا ابو حميد اهو، دول بسميهم ايه؟ الباك بون راوتر. الباك بون ايه؟ راوتر، هو الراوترات اللي وقع في اريا زيرو. فدي بسميها ايه يا جماعه؟ باك بون راوتر. ايه ما بين الانترنال؟ لا ما بين الباك بون راوتر ولا ها؟ الانترنال راوتر؟ الانترنال راوتر كل الراوتر اللي بيبقى كل الانترفيس بتاعته في نفس الاريا. الباك بون ممكن يكون راوتر زي ده جميل بتاع شبين له انترفيس في اريا زيرو وله انترفيس في الاريا بتاعت شبين، انما الانترنال كل الفتحات بتاعته في نفس الاريا ملوش فتحات بره الاريا بتاعته، يعني ده بقول عليه انترنال راوتر، انما ما اقولش عليه باكبون لانه ملوش رجول فين؟ في الاريا زيرو، في
فهمتها كده؟ اهو اهو بص دول منورين اهو، دول منورين ده الانترنال اهو، شايف الرضا؟ كل لو انت بصيت للمنورين بس هتلاقيهم واقعين كلهم في نفس الاريا. طب ما في هنا في كونكتور على الاريا زيرو يا واد، فين يا واد؟ ده اللي تبع الاريا زيرو ده. ده كله كل الرجول بتاعته فين؟ في اريا 51 اهو. ادي الرجل بتاعته الاولانيه، ادي الرجل الثانيه، ادي الرجل الثالثه، ادي الرجل الرابعه، كلهم فين؟ في اريا 51. فين رجله بقى اللي اريا زيرو؟ ملوش يا معلم، صح؟ ده فين يا معلم بقى؟ الراوتر ار 2 ده، ده اللي له رجل في اريا زيرو وله رجل مرميه فين؟ في اريا 51. طالما له رجل في اريا زيرو بسموه باكبون راوتر. يبقى طالما الراوتر عندك له رجل في اريا زيرو بسميه باكبون راوتر. طب كل رجولك في نفس الاريا؟ انترنال ايه؟ انترنال راوتر. طب ما هو ممكن يكون انترنال راوتر باكبون راوتر في نفس الوقت. زي ده. مش ده كل رجوله في اريا زيرو؟ يعني كل الفتحات بتاعته في اريا واحده، فده انترنال راوتر ونفس الوقت واقع في اريا زيرو، فبنقول عليه باكبون راوتر. يبقى الراوتر ممكن يكون انترنال وممكن يكون باكبون في نفس الوقت. حلو الكلام؟ لحد كده دي مسميات، والله مسميات وما لها لازمه. حلو كده؟ تمام؟ طيب في عندنا حاجه بقى اسمها الاي بي ار. الاي بي ار ده الراوتر اللي واقع ما بين اتنين اريا، اللي ماسك لك اتنين اريا زي ده كده. فلو رجل في اريا 51 ولو اريا ايه؟ طب ما هو يا عم ما ده كان النوع الاول اللي قبله على طول. ما ماشي شغال، اسمه باكبون راوتر. هو باكبون راوتر يعني تبع اريا زيرو وفي نفس الوقت اي بي ار. حلو كده؟ اهو له رجل فين؟ في اريا زيرو وله رجل في كام؟ 51. فالاي بي ار هو راوتر له رجل في اريا زيرو ولو رجل في اي اريا ثانيه. مثلا او 51 وايه وزيرو. لا ليه بقى؟ استنى بس، استنى عليا. مش ده باكبون؟ ده باكبون اهو. ينفع يكون اي بي ار؟ لا، لانه كل رجوله فين؟ في اريا زيرو. فهو باكبون تبع اريا زيرو بس ملوش رجل في اريا ثانيه. انما الاي بي ار لازم يكون له رجل في اريا زيرو ورجل في اريا ثانيه. حلو كده؟ يبقى الاي بي ار يا جماعه ده اللي واقع ما بين الاريا، ده اللي بيربط لك الاريا ببعضين. طيب الاي اس بي ار اوتونوميا سيستم بوندري راوتر، ده الراوتر اللي عنده النت اهو، اللي عنده الديفولت روت، فاكرينه؟ فبيسموه اي اس بي ار، او من الاخر كده راوتر كده ربطك بشبكه غير الاوز بي اف، وليكن ربطك بشبكه اي جي ار بي، ربطك براوتر شغال ريب. الراوتر اللي بيبقى عنده اتنين راوتنج بروتوكول بنسميه اي اس بي ار. يبقى هو راوتر لا اما رابطني بخط النت او رابطني بشبكه مش شغاله اوز بي اف، فبسميه اي اس بي ار. اللي هو هو اللي هو ده المنور ده، المنور ده ماسك مين؟ رابطك بالنت وفي نفس الوقت شغال عليه اوز بي اف، فبقول عليه اوتونوميا سيستم بوندري راوتر، اللي هو الراوتر اللي رابطني بالنت. مرتبط كمان براوتر شغال حاجه ثانيه ريب مثلا اي اي جي ار بي، بس لازم برضه يكون ليه رجل في اريا زيرو، صح؟ مش شرط. لا عادي يا والله المصحف ما هو شرط، ما هو دكتور والله شفت اريا واحد اهو. اهم حاجه الراوتر ده يكون فين؟ يكون ربطك بحاجه ثانيه غير الاوز بي اف، ربطك بالنت شغال، ربطك بالريب شغال. حلو يا معلم؟ يبقى الرسمه بتاعتنا دي دلوقتي انا رسمها دي عليها اثنين اي اس بي ار، واحد اهو رابطني بالنت واحد رابطني بشبكه شغاله ريب اهي. ايه ده، هو ممكن نزل اتنين راوتنج وتقول على الراوتر ايه يعني؟ نعم. وهناخد ان شاء الله في الاي جي في السي سي ان بي حاجه اسمها ريديستريبيوشن، ازاي بقى الدنيا تربطها مع بعضيها في الحاله دي. بس ممكن يعني، ها لو شبكه كبيره مثلا وعندنا اريا زيرو مثلا، لو انا عايز احط الراوتر بتاع النت ده لازم في اريا زيرو ولا احط في اي مكان؟ زي ما انت عايز، زي ما انت على حسب الديزاين بتاعك في اي مكان. في اي مكان، بس هو احنا ليه بنحطه في اريا زيرو؟ لان عشان حد اي حد يخش النت يخش عن طريق اريا زيرو، اللي هي الكور اريا مثلا. مش عاجبني الكلام ده وعايز احطه في اريا واحد ويخش على حسب. وعلى فكره انا ما بيبقاش عندي النت في مكان واحد، ده انا ممكن يكون النت في كل حته، كل اريا. بالظبط، لما انت عايش. فالاس بي ار ده ممكن يكون اكتر من واحد اساسا. ايه اللي هيخلي الراجل بتاع اسكندريه عشان يخش على الفيس يجي لي على القاهره؟ انت بتهرج. ما يخش من هناك يا عم على تي داتا على طول. بس احدد له وقت. تحدد له. اخد لينز لاين هناك وكلام من ده. صور كده ايه الجامعات متوصله مع بعضيها، عشان جامعه شبين تخش نت تروح لجامعه القاهره، انت بتهرج ولا ايه؟ تمام؟ تمام؟ طيب قول. طب
طيب عندنا بقى انواع الابديت. انواع الابديت يا جماعه, انواع الابديت ان شاء الله خدنا كده في السمستر في الشابتر الاولاني ان احنا عندنا 11 نوع من الابديت. 11 نوع من الابديت دول مش علينا, علينا بس منهم اول خمسة, من اول واحد لحد كام خمسة, موست كومن اند كفر ديسكورس, من واحد لحد كام خمسة. بقيت الست ابديت اللي فاضلين بسيس ان بي. تعال ناخد بقى انواع الابديت ده. ايه انواع الابديت؟ تعال يا عم, اول نوع من انواع الابديت اسمه التايب 1. ذاكر بقى الحاجات دي بتيجي في الاختيارات. التايب 1 ده ايه؟ بص يا سيدي, لو انتوا مجموعه من الراوترات اهو, ها صلى على النبي كده, لو انتوا مجموعه من الراوترات اهو متوصلين مع بعض اهو وموجودين مثلا في اريا كام, اريا 51, لو الراوتر ده بيبعت لي ده ابديت, طالما الراوتر ده او الابديت ده جاي لي من نفس الشبكه فبيبقى نوعه تايب 1. بيقول لي والله انا عندي شبكه اسمها 1110, مش الشبكه دي معايا في نفس الاريا, فالراجل ده بيخزن عنده الابديت ده تايب 1 وبيخزنه عنده في الجدول بيبقى رمزه او. يبقى التايب 1 بيبقى نوعه جوه الجدول ايه؟ او, ويبقى جايب لك من انهي اريا؟ من نفس الاريا بتاعتك. واي راوتر بيجنريته, الراوتر اي راوتر بيعمله جنريت. تاني ها ركز يا عم بقى, مفيش قهوه النهارده ولا ايه؟ ركز يا عم النهارده, انا وانت ورضا في اريا واحده, فاحنا راوترات. لما نبعت لبعضنا الابديت اي حد فينا بياخد اي شبكه مننا احنا الثلاثه بيبقى نوعه تايب 1. ليه تايب 1؟ لان الشبكه دي موجوده معانا في نفس الاريا, تمام كده. واي راوتر فينا بيطلع الابديت, يعني انت بتقول الابديت بتاعك وانا بقول لك الابديت بتاعي وهكذا. فالابديت بتاعنا اللي لو طالما احنا في نفس الاريا بيبقى نوعه تايب 1 وبنخزنه عندنا برمز ايه؟ او. بس يا سيدي حلو. طيب ده التايب 1. التايب 2, والله مجموعه من الراوترات بس المره دي محطوطه على سويتش. حلو جميل. فاحنا قلنا لما يبقى في عندنا سويتش بيبقى عندنا ريس ويبقى عندنا نايب, بينتخبوا انتخابات, فيبقى في واحد اسمه ريس وواحد اسمه ايه؟ نايب اهو. طب لما الريس يبعت له ابديت, لما الريس يبعت للناس بتوعه الابديت, هما في نفس الاريا بس نوعهم ايه؟ طيب 2. يبقى طيب 1 ده ابديت في نفس الاريا بس جاي لي من راوتر بوينت تو بوينت. طيب 2 ابديت برضه في نفس الاريا بس جاي لي من الدي ار, من الريس. وده بيجي لك امتى؟ لو انت حط الراوترات اللي في الاريا دي على سويتش. حلو كده؟ وتايب 1 والتايب 2 رمزهم جوه الجدول برمز ايه؟ في حد عنده مشكله؟ ها؟ حد عنده مشكله يا شباب؟ الاثنين رمزهم او. ده تايب 1 وتايب 2 هنتكلم عليها ان شاء الله. بس اعرف تايب 1 بيجي ازاي؟ من راوتر بوينت تو بوينت, نقطه لنقطه. التايب 2 من الريس لو في سويتش ما بيننا. حلو اهو. تعالى بقى نترجم الكلام ده اللي موجود في الباور بوينت بعد ما فهمناه. بيقول لك التايب 1, التايب 1 انكلود ا ليست اوف دايركت كونكتد نتورك. دي الشبكات اللي حواليا اللي موجوده معايا عايز ابعتها لجراني. التايب 1 ار فلود وذين اريا, بينبعت جوه الاريا. And don't propagate behind an EBR, يعني ما بيعديش بره الاريا لاريا تانية. يبقى الطيب 1 ما بين ايه؟ ما بين الراوترات اللي جوه الاريا. بيبقى طيب 1. لان هو لما نيجي نطلعه بره الاريا هيبقى نوعه تاني خالص بقى, هنغير نوعه. يبقى هو جوه الاريا بتاعتنا طيب ايه؟ طيب 1. خلاص؟ كل راوتر نعم. الEBR ده مش تبعهم, هو هياخد الابديت زيه زيهم مش هو معاهم في الاريا بس هيخزنوه عنده ايه؟ طيب 1 يا محمد. ومش هيعديه بقى, مش هياخد الابديت اللي ما بينهم يعديه بره. يبقى الاي بي ار ما بيعديش الابديت اللي نوعه ايه؟ تايب 1. ده ما بيننا. بص كده انا ورضا وباسم احنا الاثنين في اريا واحده. باسم اللي رابط الاريا بتاعتنا بالاريا بتاع مين؟ مصطفى ومحمد وكده, تمام. فانا هبعت لباسم الشبكات بتاعتي, الشبكات بتاعت باسم هيخزنها عنده ايه؟ تايب 1, ومش هيبعتها لهم. يبقى كل الشبكات اللي انا هبعتها لباسم هو مش هيبعتها لهم, هيبعت لهم اي بعد كده بس هيغير نوعها من تايب 1 لنوع تاني تايب 3.
انما هو بيتخزن عند رسم ايه تايب 1. طب هو ليه بيغير نوعها مع مثلا محمد؟ عشان يقول لمحمد ان دي شبكات مش موجوده معاك في الاريا، جالك من اريا تاني، فلازم نعرف محمد الكلام ده. تمام؟ فبيقول لك ايه، بيقول لك ايه، الشبكات دي ما بتعديش الاي بي ار. طب كل راوتر بيبعت الشبكات دي بناء على ايه؟ كل راوتر بيبقى له حاجه اسمها الراوتر اي دي، بيبعت بقى الابديت بتاعه. صح، وخدنا الراوتر اي دي، اللوك باك والفيزيكال. طب مش موجودين في حاجه كوماند اسمه راوتر اي دي. طيب تايب 2، التايب 2 يا جماعه دي برضو في نفس الاري، بس لازم تكون في شبكات مين؟ المالتي اكسس اللي هي ما بينها سويتش. تمام، مين اللي بيعمله؟ مين اللي بيعمل الابديت ده؟ نوعه مين؟ مين اللي بيطلعه؟ الرئيس بس. لما يكون عندك رئيس ده اللي يطلعه. تمام كده. تايب 2 بينبعت فين؟ في نفس الاري، وبرضو ما بيطلعش بره الاي بي ار. حلو الكلام. نخش على التايب 3 بقى. ها التايب 3 معروف، ده ابديت جالي من اريا مختلفه تماما. يعني منتهى البساطه، الراجل اهو عنده شبكتين اتنين اهي، اهو وجي ربط هنا اهو كده كده كده. دي يا معلم اريا زيرو اهي، اريا كام؟ زيرو. ودي اريا واحد اهي، ودي اريا خمسة الابديت اللي هنا في الاريا دي نوعه ايه؟ طب والابديت اللي هنا اللي جالك من الدي ار؟ طيب طيب 1 هيجي للراجل ده، الراجل الاي بي ار الاولاني ده اهو نوعه ايه؟ طيب 1 هيقوم واخده اللي جاي له من هنا ويقوم بعته للاريا ده اهي للراجل الثاني ده اهو، بس قبل ما يبعته هيغير نوعه لايه؟ لتايب 3، ويبقى رمزه جوه الجدول. يعني لما يطلع من هنا يروح هنا يبقى رمزه جوه الجدول هنا ايه؟ او اي اي اوز بي اف انترا اريا. حلو الكلام. طب الراجل دي ار ده هيبعت لي برضو ابديت، هيجي لي عندي نوعه ايه؟ تايب 2. طيب انا عايز ابعته الاريا الثانيه، فهاخد الابديت بتاع التايب 2 احوله الاول لايه؟ لتايب 3، ويجي يتخزن عند الراجل ده من نوعه ايه؟ صح الكلام. او اي اي يعني ابديت طالع من اريا ثانيه، يعني هو كان اصله تايب 1 او تايب 2 والاي بي ار هو اللي بعته لك. يبقى ما حدش بيحول من تايب 1 او تايب 2 لتايب 3 غير مين؟ الاي بي ار اللي هو الراجل اللي ماسك اتنين اريا مع بعض. طب انا راجل انترنال، لا هيجي لي تايب 1 هودي اللي جنب تايب 1، هيجي لي تايب 2 هودي اللي جنب تايب 2. حلو كده؟ تمام؟ في مشكله؟ انا خدت بالي من الحكايه دي في الراوتنج دي لما عرضناها في الله. اهو بص زميلنا بيقول ايه؟ وانا بشوف الرسمه بتاعتي هنا عملت ايه؟ لقيت ايه؟ لو عمل الراجل ان هو انيبل شو اي بي روت، شايف؟ مش ده بره الاريا؟ مكتوب ايه؟ او اي اي اهو. مش دي شبكه بره الاريا بتاعتك؟ او اي اي. ودي شبكه بره الاريا بتاعتك؟ او اي اي اهو. شايفين؟ دي جواها او. تمام، دي جواها مثلا او. خلاص كده؟ اهو الاثنين دول بره الاريا او اي اي، دي جواها مثلا او. تمام؟ سوس يا مصطفى. التايب 3 بقى بيقول لك التايب 3، التايب 3 ديسكرايب ا نتورك ليرنت باي تايب 1، يعني التايب 3 اصلها اسنك التايب 1. تمام، التايب 3 از ريكوايرد باي افري سب نت. الاي بي ار هو الوحيد اللي بيحول لتايب ايه؟ تايب 3. يعني ياخد من هنا تايب 2 يحوله لده تايب 3، صح الكلام، وياخد من هنا تايب 1 يحوله لتايب 3، صح الكلام كده. طيب فبيقول لك الاي بي ار هو الوحيد اللي بيعمل تايب 3 باي ديفولت. خد بالك الراوتر لوحده ار نوت سمرايزد، ما بيلخص. لا يكون فاكر انت لما تقسم اريا هو يلخص لوحده يا معلم، زي ما احنا عملنا مع بعضنا. انا عملت لكم الاريا وعملت الاوز بي اف وبعدين اديته كوماند عشان يلخص، بس الكوماند اللي انا عملته ايه؟ مانوال بايديا، اللي هو الكوماند بتاع الرينج. فبيقول لك خد بالك باي ديفولت كده الروت ار نوت سمرايزد،
يعني انت حتى لو مقسم لاريا الروت بتبعد زي ما هي مش متلخصه، لازم ان انت تلخصها بايدك على السمري. على السمري صح، اللي هو الكوماند اسمه الرينج، فاكره اللي هو الكوماند الوحيد اللي احنا كتبناه. انما هو الواحد لو انت ما كتبتش الكوماند ده يا باسم مش هيلخص، هيبعته لك متفرديه، فكانك ما عملتش اريا ولا عملت حاجه. تمام. طيب التايب 4 بقى، التايب 4 ده غريب شويه. غريب ليه؟ لانه مش اعلان عن روت، هو اعلان عن راوتر. ما بيعلنش فيه عن شبكه، لا ده هو بيعلن فيه عن راوتر. يعني على سبيل المثال لو احنا رجعنا كده للرسمه بتاعتنا، الراوتر ده، الراوتر ده ده اللي موصلني بالانترنت اهو. مصطفى جاب وصله انترنت ووصلها بالراجل ده. الراجل ده بنقول عليه اي اس بي ار، اللي عنده خط النت ده بسميه اي اس بي ار. الاي اس بي ار ده اهو، ده راوتر عندي جوه الشبكه. الاي بي ار بيروح ياخد الراوتر ده ويروح يفضحه للراوترات الثانيه، يقول لهم يا جماعه انا عندي الاي اس بي ار اهو، يقول ده انا عندي الاي اس بي ار، انا عندي الاي اس بي ار، انا عندي الاي اس بي ار. الابديت اللي اللي بيعلنوا فيه عن الاي اس بي ار ده نوع ايه؟ تايب 4، وما بيتخزنش عندك جوه الجدول ده، من كده عندك جوه البروسيس بتاع الاو اس بي اف. يبقى التايب 4 ده ايه يا جماعه؟ الراوتر الاي بي ار اللي عنده الخط النت، مش ده اي بي ار، ده اي بي ار اهو ما بين اريا، الاريا بتاعته فيها راوتر اسمه اي اس بي ار، يوم واخد الاي بي بتاع الراجل ده اهو ويقعد يعلن عنه للراوترات الثانيه. ما احنا قلنا ممكن يكون في اكتر من اي اس بي ار، كل اي بي ار يعرض عن الاي اس بي ار بتاعه، بس هو اعلان عن مين؟ عن اي اس بي ار راوتر مش شبكه. طب تعالى نقرا كده الكلام اللي مكتوب بيقول لك ايه يا عم. طيب 4، طيب 4 are used to advertise an SPR to other area. يعني الراجل ده الغلبان ده اهو، شايف الاس بي ار محطوط فين يا مصطفى؟ محطوط فين يا واحد اهو اهو، فالاي بي ار بتاعه ياخده ويديه الاي بي ار 2، ياخده ويديه لايه؟ للاريا بتاعته. فايه عندك الاس بي ار تمام، هي ادفرتايز ان اس بي ار تو اذر اريا اند بروفايد روت تو اس بي ار، يقولوا ان عنده طريق للاس بي ار. الاي بي ار هو اللي بيجنريت الاس بي ار او تايب 4 تمام كده. التايب 4 از جنريتد باي اوريجينيتنج اي بي ار، يعني بيترت عن طريق الراجل ده وينبعت الاي بي ار الثاني والاي بي ار الثالث وهكذا. له لازمه؟ ملوش لازمه بالنسبه لنا دلوقتي. التايب 5 بقى اخر منه. ايه بقى التايب 5؟ صلى على النبي كده. انا جيت اخر حاجه عندنا خلاص في الاوز بي اف بقى وهننهي. قبل ما ننهي الراجل قال انا عايز خط نت. حلو يا معلم، حلو، نروح نجيب له خط النت اهو. ايه يا عم الكلام الكبير ده اهو، ونجيب الراوتر اهو بتاع النت اهو، وقام باسم جايب خط الفاست بتاعه اهو، واحد على واحد اولدوم بده. كلام جميل، كلام جميل كده. في مشكله، واجي على الانترفيس ده اهو، باسم دخل كتب الكوماند بتاع الديفولت روت بتاعنا المعروف، بس الاول هيحط الانترفيس اي بي، انترفيس فاست واحد على ايه؟ على واحد. فاكرين كنت بعملها ازاي؟ اي بي ادرس ايه؟ دي اتش سي بي ونو شوت داون. كده الانترفيس ده هتاخد اي بي اوتوماتيك منين؟ من الراوتر بتاع النت، صح؟ عايز اقول للراوتر ده اي حاجه ما تعرفهاش احذفها كده. فاكرين كنت بعمله ازاي؟ ايوه اي بي روت الاول، وبعدين اربع اصفار شبكه، وبعدين اربع اصفار سبنت، وبعدين اقول اخرج منين؟ من الواحد على الواحد. صح كده؟ اي شبكه راح لاي مكان اخرج من واحد على واحد. بس كده يا معلم، كده يا معلم، مين اللي عنده الاستاتيك، مين اللي عنده الاختراق النت بس؟ الراجل ده بس، دي بس، صح كده؟ انا عايز طريق النت ده الاوز بي اف ياخده يوزعه على الناس كلها. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا باسم؟ اعمل ايه؟ فاجئ على الراوتر ذات نفسه، راوتر اوز بي اف واحد اهو، واقول له ايه؟ ديفولت انفورميشن اورجانيت. الكوماند ده كنا بنكتبه ليه؟ عشان نخلي الاوز بي اف ياخد الاستاتيك ديفولت روت اللي عنده يديه لكل الراوترات الثانيه. تمام؟ طب الديفولت روت ده لما يطلع من هنا، لما الراجل ياخد طريق النت يديه ده، الراجل ده هيخزنه عنده ايه؟ تعال نشوف. شو اي بي روت. اوه
مش رمز هو اي اي يعني ده مش طريق بتاع اس بي اف ده طريق بره الشبكه بتاع الاس بي اف بس الاس بي اف الادمن قال له خده معاك في الابديت اعمل له ادفرتايز للناس صح يا محمد مش انت قلت له كده قلت له يا راوتر يا اللي عندك طريق النت وانت بتبعت الابديت بتاعك لبقيه زمايلك خد الاس الراوتر بتاع الروت بتاع النت بعته لكل الناس لا ده انت كمان في حاجه ثانيه انت ما انتش ملاحظها حد لاحظها طب اهو انيبل كده شو اي بي روت بصوا كده هتلاقي هنا المترك بواحد وهنا المترك بواحد ازاي يا عم والاثنين واخدين رمز او استريك اي 2 يعني دول مش طرق او اس بي اف ايه الكلام الكبير ده بص يا معلم الرسمه بتاعتنا لو انت عامل طريق نت هنا او انت عامل طريق نت اهو وقلت للراجل ده ابعته لكل الناس فالراجل ده هو بيبعت الطريق او اس بي اف بيقول له انا عندي طريق نت اربع اصفار طالما الطريق ده مش بتاع الاو اس بي اف الراجل ده يخزنه عنده تايب 5 طيب ايه تايب 5 معناها ان ده مش طريق اس بي اف ده طريق جاي من شبكه خارجيه شكل الديفولت روت طب هو هيبعت ثاني مش هتاخد متر بقى لا لا بس هو اصله بتاع اس بي اف لا ده اصله بتاع النت ده اصله اصلا كان معمول استاتيك صح يا معلم هو الاو اس بي اف اللي جابه ولا الادمن اللي قال له خده وزعه بس كده انا بوزع بس يا معلم مش انا اللي جايب الطريق ده افترضنا الطريق ده غلط يبقى انا اللي البسها لا ده انا بوزع بس خالص خالص يبقى اي طريق خارج شبكه الاو اس بي اف سواء انت كنت بتوزع طريق الريب اللي كان جايب او الاستاتيك روت اللي كان جايب او اي حاجه جايباه بيبقى نوعه ايه يا معلم تايب 5 تايب 5 بيسموه اكسترنال وعشان كده رمزه هو جدول او اي بس هو او اي 2 ايه بقى او 2 ده مش فاهم يعني تعال نشوف كده الاكسترنال ده مين اللي بيوزعه مين اللي بيبدا يوزعه الاي اس بي ار اللي عنده خط النت اللي عنده خط يبقى مين اللي بيعمله جنريت الاي اس بي ار صح كده لما يديني لما انا عندي طريق النت لما اديه رضا رضا هيحطه عنده اكسترنال ده مش بتاع الاو اس بي اف طب لما رضا يديه لباسم رضا هو بيوزعه يا باسم الطريق ده مش بتاع الاو اس بي اف فباسم يخزنه عنده اكسترنال ومحمد اكسترنال تمام كده ومصطفى اكسترنال الديفولت بتاعه يا معلم لو حتى مرر على 100 راوتر بيبقى المترك بتاعته بواحد وانا اللي جايبه ما احسبلوش مترك بس كب واحد هناك عنده في الاستاتيك كب واحد المترك بتاعته بكام واحد حتى لو عدى على 700 راوتر هو بتاع الاس بي اف ده ادمن ده اللي وزعه بواحد بس ده يعني بس ده هيعملنا مشاكل بعد كده ليه مشاكل بعد كده يبقى تاني كده معايا بس واحده اسمع بس وما تقاطعنيش وبعدين ايه نبقى نشوف الكلام ده اللي انتوا عايزين تسالوا فيه انا الراوتر اهو متوصل بطريق النت ماشي ده ايه ده الراوتر بتاع محمود اهو متوصل برضا متوصل عند رضا بباسم بمحمد بمصطفى بولاء بمحمد الطريق بتاع النت طالع منين من هنا انا عندي طريق النت فده يخزنه لما يخزنه بكوست كام يا معلم واحد طب ده بيخزنه اللي فوق ده يخزنه بكام واحد ما يغيرش فيه الاس بي اف ملوش دعوه مش بتاعي اساسا اهو طب انت كده بتهرج ليه بهرج الراجل ده اهو ده الديفولت بتاعه ده الديفولت انت ما غيرتش واحنا مش عنا التغيير نفسه ان ايه طب تصور كده لو مصطفى راح عند محمد منصور وحط طريق نت هو هيبعت برضه من النمادي فهيجي لمين هيجي اهو لولاء ولاء اهي بقى عندها طريقين اتنين للنت طريق من اليمادي وطريق من اليمادي يا معلم صح اليمادي بواحد واليمة التانية برضه بواحد بقى يا عم ده الطريق جنبها بتاع النت اهو تبعت باكت اليمادي وباكت تلففها كده ده الديفولت بتاعه صح فهموا عاملين حل للمشكله دي قال لك ايه قال لك وانا هبدا بالطريق اللي عنده النت ده بواحد من اول طريق بواحد وبعدين
احسب القص بتاع اللينك ده اللي هو 10 اس 8 على الباند ويتس واضيفها على الواحد، بقى هنا المتريك الكوست الاولاني زائد الواحد. طب عدد كمان هنا احسب كمان الكوست بتاع ده، يعني ايه؟ يعني المتريك عمال يزيد كل ما انا اخش شبكه الاو اس بي اف. ده نوع تاني اسمه تايب، احنا ده احنا بنتكلم على تايب 5. تايب 5 ده منه نوعين، نوع تايب 1 وتايب 2. التايب 2 اللي احنا شغالين بيه اللي هو المتر بتاعته بكام؟ بواحد. طب تايب 1 بقى ان شاء الله لما ناخده في السن بي ان كل ما ابديت يعدي من لينك اللينك يحسب الكوست بتاع الحته. وعشان كده عندنا بيجيب لك ايه؟ او استريك. الاو يعني الاو اس بي اف اللي جايبه، استريك يعني ديفولت رول، اي يعني اكسترنال مش بتاع الاو اس بي اف، 2 يعني تايب 2. يعني المتر بتاعته بواحد حتى لو عديت على 500 راوتر. انما لو انت قلبته تايب 1 بقى ايه اللي هيحصل؟ ولا هيبقى عندها طريق هنا في الحته الكوست بتاع دي بس، انما عشان تروح من اليمنه الثانيه هتحسب ايه؟ الكوست ده والكوست ده والكوست ده والكوست ده، لا هتاخد ده. صح؟ يبقى الطيب اخر نوع يا جماعه ده هو التايب 5 ده. التايب 5 ده يعني شبكه اكسترنال بره الاو اس بي اف. مين اللي بيعملوا ادفرتايز؟ الاي اس بي ار. اهو تعال نقرا بقى الكلام المكتوب، اخر كلام مكتوب بقى عشان احنا زهقنا. ادى الاس بي ار اللي عنده النت نوع ايه؟ تايب 5. اللي بيعمله جنريت هو مين؟ الاي اس بي ار. بيبعتوا للاي بي ار فبيخطوه اكسترنال، الاي بي ار بيبعتوا للاي بي ار الثاني اكسترنال، الاي بي ار الثاني بيبعته لكل اريا بتاعته بيبقى نوعه ايه يا جماعه؟ اكسترنال. خد بالك الطرق اللي هي الاكسترنال دي برده بتبقى ايه؟ مش معمول لها سمرايز. طيب الرمز بتاعنا تايب 1 وتايب 2 او، تايب 3 اللي هو جوه اريا مختلفه او اي اي. طب حاجه جالي بره الاريا بتاعتي او اي 1 او اي 2، ولا شرح اي 1 يعني ايه ولا شرح اي 2 ولا يعني ولا حتى في الماتيريال، بس انت فهمتها اهو. اي 2 المترك بتاعها بيبقى بواحد، اما تايب 1 يا جماعه كل ما يعدي على راوتر بيزود ايه؟ بيزود المترك على الواحد. حلو الكلام؟ طيب ازاي بعمل المالتي اريا زي ما عملنا مع بعضنا؟ خلاص بقى اهو باجي هنا على الراوتر ده اقول له راوتر اس بي اف 10، راوتر اي دي حط الراوتر اي دي. انا فين يا جماعه؟ على ار 1 اللي هو تحت ده. ار 1 ده عنده شبكتين اتنين في اريا واحد وشبكه في اريا زيرو هي بسوم. فاهم يعمل ايه؟ النت الاثنين نتورك بتاع الاريا واحد اهو والنتورك بتاع اريا زيرو اهي. في مشكله فيها دي؟ ها تمام. طب لو انا عايز اعمل اي بي فيرجن 6، فاكرين الاي بي فيرجن 6 كنا بنعمل ايه؟ ما كانش في كوماند نتورك، كنت بكتب اي بي فيرجن 6 راوتر اوز بي اف 10 الراوتر اي دي، واجي داخل كل انترفيس واعمل انيبل لمين؟ للاوز بي اف. بس لما اجي هنا هاجي اخلي الاوز بي اف هنا شغال في اريا واحد، واجي هنا هخلي الاوز بي اف شغال فين؟ في اريا زيرو. بالظبط. هنا يا جماعه الراوتر ده عايزين نعمل بقى سمري، بيديك مثال على السمري زي ما احنا خدنا مع بعضنا كده في الاول. فبيقول لك انا عندي شبكه 10 وعندي شبكه 192 وعندي شبكه 172 16 لحد 31. عايزين نعمل لهم سمري دول، نعمل لهم سمري ازاي؟ تعال نروح على الكوماند على طول. بتاع السمري بيشرح لك السمري ازاي. بمشي من الشمال لليمين، طالما البتات متشابهه بنزلها زي ما هي، حصل اختلاف بعمل ايه في البتات؟ بصفر لحد نهايه الايه؟ الاي بي. اهو السمري بيتم ازاي؟ راوتر اوز بي اف 10 اريا واحد رينج واديله الشبكه بتاعتي والسبنت ماسك بتاعها. ها حد عنده مشكله في الكوماند ده؟ تمام. بيراجع لك تاني على الكوماندات بتاعتنا، شو اي بي اوز بي اف نيبر بيجيب لك النيبر تيبل، شو اي بي اوز بي اف بيجيب لك البروسيس بتاع الاوز بي اف، شو اي بي اوز بي اف انترفيس بيجيب لك كل حاجه على الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف، شو اي بي بروتوكول بيجيب لك الراوتنج تيبل اللي شغال، شو اي بي اوز بي اف انترفيس بريف بيجيب لك الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف باختصار، شو اي بي روت اوز بي اف بيجيب لك الراوتنج تيبل بس الشبكات اللي جابها الاوز بي اف بس، شو اي بي اوز بي اف داتابيز بيجيب لي الداتابيز ايه بتاع الاوز بي اف. نفس الكلام الاوز بي اف فيرجن 3 بس بيقول لك انا ببدل كلمه اي بي باي بي ايه؟ فيرجن 6. تمام. دي الكوماندات بتاعتنا هي اللي احنا شرحناها، نفس الكلام ببدلها باي بي فيرجن 6 والسمري بتاع الشابتر. احنا كده الحمد لله خلصنا الاوز بي